السلام عليكم عشاق درجة النارية. اليوم جيت نشارك معكم واحد السوفت بوكس قديتو، يعني نوريكم الطريقة كيفاش انكم تقدو الدراري اللي بغاو يديرو فيديوهات. وهادشي اللي نحتاجو باش نقدو السوفت بوكس، نحتاجو ألمنيوم، سكوتش، مسطرة، ستيلو، وموس باش نقطعو الكارتون، وكولا، ونحتاجو الغمض او لاندوي. نقوم بتقطيع الكرتون على هذا الشكل، هذا كما كتشوفوا هو. دابا نبداو بتقطيع الكرتون. وهذا هو الشكل اللي نحصلوا عليه، كما كتشوفوا هنا 30 سنتيم، وفي الجهة أخرى اللي غادي تكون 15 سنتيم. وغادي نقوموا بنفس العملية، تنحصلوا على أربعة على أشكال بحال هادو، يعني يكونوا نفس القياس. ودابا غادي ندوزو للمرحلة الثالثة. وغادي نقوموا بطوي هذا الألمنيوم باش يعكس الضوء على انه يكون مسرح، الا كان مطوي كيعكس الضوء اكثر ويكون الشكل بحال هكا. ودابا غادي ندوزو نديرو كولا. وهذا هو الشكل الذي اعتمدنا نديرو ليه الالومنيوم، كما كتلاحظوا هذا هو الشكل. ودابا غنغلفوهم بربعه بالالومنيوم، يعني ربعه يطلعوا بحال هذا الشكل هذا. وندوزو للمرحله اللي هي الرابعه. ودابا غادي ندوزو للمرحلة الخامسة، يعني نعبرو على هاد الشكل هذا، يعني العبار اللي لقينا تما غادي نديروه في كارتون، يعني وغادي نقطعو على داك العبار، يعني على داك الشكل، يعني يكون مربع. ودابا غادي ندوزو للمرحلة الخامسة، يعني اللي غادي ندخلو فيها بلاصه فين تخشى داك لاندوي. Thank you.
ودابا غادي نقومو بوضع الغمض او لندوي. السلام عليكم. دابا كملنا الاضاءه ديالنا وكيف ما كتشوفوا الجوده ديالها هي راه مزيانه. وهذا وكنصح بها الناس اللي خدامين في الفلوغ وفي اليوتيوب وكرين سكرين. انتما كيف ما كتشوفوا الاضاءه نتمنى تعجبكم. ليتس دو ات. كيف ما كتشوفوها هي كيف ما درنا في الشرح كيف ما كتشوفوا. نتمنى يعجبكم الفيديو, نتمنى ديروا سبسكرايب وتنشروا معنا الفيديو في الفيس مع الاصدقاء ديالكم, ونتلاقوا في موضوع جديد وفكره جديده.